أول شيء نبدأ إنه هذا آخر مشهد في الفيلم وهو الماتش الأخير. فإحنا دحين اجتمعنا فريق الأصدقاء في الرياض عشان يلعب ضد الفريق المنافس لي، بالرغم من إنه في عقبات في الطريق، بس التشجيع مرة كويس. أنا وخالد الحربي في دور ناصر اللي هو رئيس الفريق، وسارة في دور مريم. إحنا الثلاثة رحنا الرياض عشان نشجع الفريق، نحاول نلم بعض ونحمس الفريق بصفة متواصلة. طبعاً إحنا الفيلم بيتصور كله في جدة، والحكاية يعني بتحصل هنا، لكن تقريباً فيه فريق مرة كبير من إسبانيا، وفريق مرة كبير طبعاً من ثقافات عربية متنوعة، وكمان بالإضافة إلى السعوديات أو السعوديين اللي بيشتغلوا كفريق العمل. ندى في فيلم الأبطال أو Champions هي خطيبة خالد. خالد هو مدرب الفريق اللي هو ذوي الهمم، وطبعاً خالد يعني يتسبب أو يدخل في عقوبة تحطه في موقف يعني ممكن يراجع فكرته من خطوبته لندى. بالنسبة لي ندى شخصية مرنة، مرة متواضعة، لكن عندها وعي، ووعيها يجي من كونها مدرسة أو أستاذة في الجامعة، وهي أستاذة في مجال الموسيقى. هي مرة كويسة في هذا الشيء، أنها تصنع جو للفريق. بالنسبة لها هذا الشيء ما بيصير مع خالد، وتحس إنه خالد بيتنازل عنها كجزء من فريقه. بالنسبة لها الخطوبة أو الزواج فريق، صناعة فريق، فهي حاسة إن هي بتدق تيون أو إيقاع، وخالد ما بيدق معاها. طبعاً شيء مرة لفتني في فيلم الأبطال إنه الفريق ذو الهمم هم ناس وشخصيات حقيقية في مجتمعنا. للأسف مرة كثير من المرات ما نشوفهم في حياتنا العامة، في مساحاتنا، في مقاهينا، في أسواقنا. فبالنسبة لي جداً مهم جزء الانكلوجن، أو إنه إحنا ندخل فئات أو أيوة فئات من المجتمع كجزء من الصناعة، صناعة السينما. أتمنى إنه ده الفيلم يكون بيسلط الضوء بطريقة صادقة وعفوية.